لا يكتمل يوم الجمعة عند الكثير من البغداديين إلا بالتوجه إلى شارع المتنبي، حيث المكتبات العامرة بمطبوعاتها وكتبها واللقاء بأعلام الفكر والثقافة في واحد من أشهر المقاهي التراثية البغدادية، وهو مقهى الشابندر الذي يقترب عمره من القرن. الشابندر من المقاهي العتيدة في وسط العاصمة بغداد، تكتسب أهمية في يوم الجمعة أنها الوحيدة الموجودة في وسط شارع المتنبي الذي يصل عدد رواده أقل ما يصل في يوم الجمعة إلى أكثر من 100,000، ويصل رواد هذه القهوة إلى أكثر من 1,000 أو 2,000 في اليوم الواحد. تأسس مقهى الشابندر في عام 1917 بنهاية شارع المتنبي قرب مبنى القشلة، حيث كان مبنى المقهى في بدايته مخصصا لمطبعة الزوراء إبان الحقبة العثمانية، ثم تحول إلى ناد اجتماعي يتم فيه تجاذب أطراف الأحاديث الثقافية والسياسية وغيرها. قهوة الشابندر بنيت 1917، زين زمان أول، وهاي وهي القشلة، القشلة انبنت بزمان الحكم العثماني، الحكم العثماني انبنت القشلة، أما قهوة الشابندر انبنت في 1917 وتعتبر من المعالم التاريخية في العراق. بقي مقهى الشابندر كما المكتبات والمطابع صامدة برغم تعرض شارع المتنبي لعدة التفجيرات بعد عام 2003، حيث قام صاحب مقهى الشابندر بترميمه وإعادته إلى سابق عهده. التفجير اللي حصل في 5/3/2007 أدى بحياة ما 60 شهيد، كانت ضربة مؤلمة موجعة للشارع، وكان نصيبي من هؤلاء الشهداء 4 أولادي وحفيدي، وبطبيعة الحال لم يبقى لي أي واحد أن أعيد مقهى، ولكن الآلام تجد كبيرة ثم تضعف، آثرت على نفسي التراث وبغداد وعدتها مرة ثانية مقهى بأحسن ما كانت. مقهى الشابندر وغيره من المعالم والشواخص التراثية البغدادية تصارع عمليات التشويه والتشوه التي طالتها بفعل الفساد الحكومي الذي برز بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وتحول إلى غول لتخريب الماضي والحاضر وربما حتى المستقبل.